لا يا باشا القواعد لازم يتغير. فعلا لازم يتغير. طب يا باشا بقى نتعبك معانا حبتين، هتجيب لنا كوع وجلدتين حنفيه وجلبتين ووصله سخان، وما تنساش دور الشاي بالمره يا ريس. دور شاي يعني. طلبات السباك كتير، بس مفيش حاجة هتكتر على راحتك. اطلبنا في أي وقت وهنشتري لك ونوصلك أي حاجة من أي حتة، وهنعمل لك مشاوير ما تخطرش على بالك. مع راحتك، ريح بالك، مشاويرك هنعملها لك.